أحمد محمد أحمد أبدية سكان الأردن. أنا بالبداية صارت معي قلة تروية اللي هي شرايين مسكرة عندي، فهون لما ورمت رجلي أصابع كلها سودن، فظل من بترلخ الأصابع، بطروا الأصابع برضه ما زبطت، عاود رجع ضرب السواد لفوق، عاود قصوا نص الكعب نص الكفة، فعملوا لي 4 عمليات كتر. بعدين في جماعة هيك يعني لله تكفلوا بالمرض، أخذوني على مستشفى ثانية قصوا لي بطروا لي من فوق من تحت الركبة. بعد هيك رجعت سودت وما زبطت، رجعت ضربت يعني، فرجعوا بده يعملوا لي كمان عملية. هسه بدها عملية شبكية اللي قسطرة شبكية كاملة للرجل، لأنه الشريان عندي ضعيف ما بتحمل عملية قسطرة. وهسه حاليا يعني صار في لي دواء وهيك، كل شهر تقريبا يعني 45 ليرة دواء، والعملية بتكلف تقريبا 3000 ليرة يعني، وعلاج طبيعي فيه لها لسه، وفيه لها يعني علاجات كثيرة، والحمد لله ما في الا صندوق الزكاة بعطينا 70 ليرة كل شهر. احنا طبعا عدد اسرتي 3 بنات وولد صغير وانا ومرتي. طبعا اولادي انا هنا يعني طبعا عايش انا وياهم، يعني لا في لي معين ولا في حدا بيصرف علي ولا حدا بعطيني يعني الحمد لله. وطبعا في اغلب الاوقات ما بروح على المدرسة لانه ما في مصروف، في اغلب الاوقات بروح على المدرسة ما في مصروف، ما برضو ما بعطيهم مصروف. والله مرات ما عندهم شيء يحشوه ياكلوه ياخذوه سندويش على المدرسة ما في. يعني الحمد لله رب العالمين. انا حاليا محتاج عمليه مستشفى الاردن بتكلف 3000 دينار، وانا حاليا 3000 دينار ما معي منهم ولا شيء، ويعني حق خبز يعني يا دوب الاقي الحمد لله رب العالمين، وما في يعني، ومحتاج العمليه هاي يعني ضروري، لانه بقول لك بعد هيك بتصير فيها بتر وبصير فيها خراب في رجلك، وبتصل مرحله يعني ما الواحد بغنى عنها يعني.